مرحبا بكم من جديد في نشرة هذا المساء. الشعب يريد إسقاط النظام، كان شعار ثورة يناير، والآن يقول نواب مجلس الشعب المصري إن الشعب يريد تثبيت الرئيس السيسي في حكمه. أين ذهبت إنجازات ثورة يناير؟ أم أن تصويت البرلمان المصري اليوم جاء تعزيزا لهذه الإنجازات؟ وهل التحديات الأمنية تبرر سحب القرار من يد الشعب والإبقاء على الرئيس مدى الحياة؟ وإن تم بالفعل عرض هذه التعديلات للتصويت في استفتاء شعبي، هل ستحاول السلطات المصرية تصويب الاستفتاء لصالحها تفاديا لتكرار ما يحدث الآن في كل من السودان والجزائر؟ أسئلة نناقشها بعد التقرير. بعد عدة جولات من المناقشات البرلمانية في الفترة الماضية، صادق اليوم البرلمان المصري على تعديلات دستورية تمدد فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى عام 2024، فضلا عن منحه حق خوض الانتخابات لفترة رئاسية أخرى تنتهي في العام 2030. تعديلات شغلت الشارع المصري، ما بين مؤيد يرى فيها خطوة تخدم المصلحة العامة، ومعارض يرى بأن هذه التعديلات ما هي إلا صدمة دستورية. قبل التعديل الأخير اللي تم النهاردة، ويمكن أول نسبة ما كانتش عالية، كانت تقريبا حوالي 54% موافقون على تعديلات الدستور، ولكن في النهاية الجميع سيحترم رأي الأغلبية حتى لو كان هذا الرأي بفارق بسيط أو بفارق ضعيف يعني. وتشمل التعديلات تغيير المادة 140 من الدستور، والتي تمدد الفترة الرئاسية إلى 6 سنوات، وتسمح للسيسي بتمديد فترة رئاسته الحالية لمدة 2 إضافيين، حيث سيجري البرلمان وفي الفترة المقبلة استفتاء يصوت فيه المصريون على هذه التعديلات. وفي شباط الماضي وافق ومن حيث المبدأ 485 عضواً من أصل 596 في مجلس النواب على التعديلات المقترحة من قبل كتلة برلمانية تدعم الرئيس المصري، بينما صوت 20 عضوا فقط برفض تلك التعديلات. ولا نرحب بضيوفنا هنا معي في الاستوديو، مراسل صوت القاهرة الأستاذ خميس أبو العافية، مرحبا بك أستاذ خميس. وعبر خدمة سكايب أرحب بالأستاذ عادل محمد السمولي، رئيس المجلس السياسي للمعارضة المصرية، مرحبا بك أستاذ عادل. وعبر الهاتف أرحب الأستاذ هاني سليمان، الخبير في العلاقات الدولية من القاهرة، مرحبا بك أستاذ هاني. وسأبدأ معك، ماذا يعني هذا التصويت، وهل من المتوقع أن تكون له تداعيات على الوضع في الشارع المصري؟ يعني أهلا بحضرتك والضيوف الكرام. أهلا بك. أعتقد يمكن هذا التصويت يأتي في ظل وجهتي نظر مختلفتين. يعني أنا سأحاول أن أتجنب يعني وجهة نظري الخاصة بالثوابت المتعلقة بدعم للدولة المصرية واستقرارها وغيرها من هذه الأمور، لكن سأحاول تناول هذا الأمر بشكل شبه موضوعي من خلال عرض وجهتي النظر الموجودين. يمكن وجهة نظر تتحدث عن عدم الرغبة في تعديل الدستور انطلاقا من الحفاظ على خصوصية الدساتير وعدم تحبيس تكرارية التعرض لها وتعديلها كل فترة، في مقابل دواعي المرحلة ورغبة استكمال ما تم البناء عليه من مشاريع وخطة انتقالية وبرامج تنموية موجودة. فبالتالي دي وجهة نظر أخرى، ويمكن وجهة نظر لا ترغب في تعديل الدستور بتتحدث عن أنه لا يمكن الاعتماد طوال الوقت على مبدأ حسن النية والظروف الانتقالية للدولة. لكن دعينا نتحدث بشكل أكبر عن وجهة النظر التي تطرح لها دواعي تعديل الدستور في هذا التوقيت. يمكن سأتحدث سريعا في 7 نقاط تحديدا لو تسمحي لي. تفضل. أولا، فكرة تعديل الدستور يعني منذ بشكل تاريخي وتجارب سابقة، يعني لا يوجد دستور مغلق تماما أمام التعديل في العديد من الدول. الدستور المصري نفسه شهد تعديلات في مراحل زمنية مختلفة من عمر الدولة المصرية طبقا للمتطلبات والظروف التي مرت بها. ويمكن بعض دول العالم غيرت دساتيرها بشكل كبير، يعني الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وغيرها، يعني ده حصل في سوابق قبل كده. ويمكن بعض الدساتير أصلا يمكن تعديلها من دون الرجوع للشعب في يمكن موجود في فرنسا وروسيا وأمريكا، يعني بحاول أختصر مش عايز أتكلم في تفاصيل، ويمكن ده حدث قبل كده.
طيب سأعود إليك أستاذ هاني، اسمح لي أريد أن أتوجه إليك أستاذ عادل. يعني هناك من يقول أن هذا تصويت اليوم أطلق طلقة الرحمة على ما تبقى من إرث الثورة، ثورة يناير، هل توافق بداية هذا الرأي؟ أولا أنا سعيد بمشاركتي مع حضراتكم وبرحب بالسادة الضيوف. بقول إن ما حدث اليوم هو التفاف وجريمة تزوير وعدوان على الدستور المصري، زي ما تابعنا في التقديم اللي حضراتكم أزعتوه من قبل قليل، كان شعار ثورة يناير هو إسقاط النظام. النظام الحالي في مصر هو السلطة العسكرية الحاكمة التي أتت بانقلاب على ثورة 25 يناير ده بالأساس، وبعدين الانقلاب على الرئيس الإخواني محمد مرسي. بداية في الدستور 2014 مدة الرئيس مدة محددة، ولا يمكن استنادا على المادة 226 التعديل أو إضافة مدد رئاسية أخرى. ما حدث في المشهد السياسي المصري وما حدث للأسف في ما يسمى البرلمان المصري ليس تعديل بل إضافة مواد للدستور. إذن من هذا المنطلق فقد أسقطوا الدستور فعليا، لأن ليس إضافة تعديلات بل إضافة مواد، وهو مخالفة صريحة للمادة 226 من الدستور المصري. طب أستاذ خميس، يعني صحيح أن هذا شأن مصري داخلي، لكن لو كنت أنت يعني لو كنت مسؤولا إسرائيليا، هل كنت ستفرح لبقاء الرئيس السيسي في الحكم يعني لفترة طويلة؟ أنا أعتقد بأن توجيه سؤال كهذا يعني يعتبر بشكل يعني بصراحة غير نزيه، وكأنه الإجابة على هذا السؤال توسم الرئيس عبد الفتاح السيسي كشخصية مرغوب فيها إسرائيليا، وكأنه هو يخدم المصالح الاستراتيجية لإسرائيل. الرئيس السيسي هو رئيس دولة، أكبر دولة عربية محورية في منطقة الشرق الأوسط، لا شك بأنه مصري وطني. قد نختلف معه في وجهات النظر، قد يختلف بعض معه البعض في وجهات النظر، ولكن هذا لا يعني بأنه هو يعني أن نضعه في خانة واحدة مع ولي العهد السعودي والإمارات وهلم جرة. فيما يتعلق بما يدور هنا، أنت كنت تخشى من تداعيات محتملة لهذا القرار يعني على الأوضاع وعلى الاستقرار في مصر؟ يعني رق لي ما قاله هنا عبر الهاتف الأستاذ عندما قال بأن هذه قضية يعني هنالك حولها وجهتان نظر. الوجهة الأولى هي تؤيد وتقول بأن يعني مصر أو الرئيس السيسي أو النظام لديه مهام كبيرة وعميقة، منها يعني مواصلة يعني توطيد الاستقرار الأمني داخل مصر، استقرار أمني يليه استقرار سياسي اجتماعي اقتصادي وهلم جرة. وهنالك وجهة نظر أخرى تقول بأن التعديلات الدستورية هي تنسف ما تم تحقيقه في يعني في يناير 2011. السؤال هنا لكي نستطيع أن نجيب على السؤال علينا أولا وقبل كل شيء أن نحدد هل ما حدث في يناير 2011 هو يندرج في إطار الثورة أم الانقلاب. وهنالك شتان، يعني هنالك فرق كبير ما بين المفهوم لكلمة الثورة والمفهوم لكلمة الانقلاب. إن كان انقلابا فهو انقلاب على شخص الرئيس محمد حسني مبارك واستبداله بآخر، وإن كان الحديث يدور أو مرجو هو بأن الحديث دار ويدور عن الثورة، يبقى الثورة هي معناها تبديل نظام الحكم النمطي في جمهورية مصر العربية يعني وتغييره. ولكن ما أود أن أقول بأن المعارضون لفكرة التعديلات في الدستور يخشون من أن يعني يقولون بأن نحن أطحنا بالرئيس محمد حسني مبارك بعد ثلاثة عقود، يعني عانى منها الكثير المصريون لا سيما الشرائح الفقيرة والمغلوب على أمرها. يقولون بأن نحن يعني لم نقم بما قمنا به في يناير لكي نحصل على يعني هم يقولون يعني من وجهة نظرهم يعني شخص يعني هو يعني في يعني صحيح ليس مبارك ولكن هو شخص يبقى يعني لمدى الحياة. نعم، وهذا ما يقلق المصريون. المصريون عندما خرجوا ودفعوا ثمنا باهظا لقاء التغيير، هم أرادوا تغييرا بمفهومهم، تغيير يعني يأتي ويحمل في يعني في طياته وبين سطوره التغيير الاقتصادي، حياة كريمة ورغدة للمواطن المصري. نحن نعرف بأن مصر الغالية على قلوبنا عانت الكثير من عدم استقرار أمني لمجابهة يعني مجابهة يعني مجموعات أرادت
ضرب الاستقرار الأمني ومن خلال ضرب الاستقرار الأمني ضرب الاقتصاد المصري. طيب تحدثت عن استقرار، وأريد أن أسألك أستاذ هاني، يعني الحديث عن الاستقرار مفهوم، لكن هل هذا الاستقرار يبرر سحب القرار من يد الشعب المصري على اختيار قيادته بشكل يعني بشكل دوري كما هو معمول في الأنظمة الديمقراطية؟ أعتقد يمكن هذا الأمر يمكن حدث أكثر من مرة زي ما قلت لحضرتك، وأنا لا أتخذ وجهة نظر الدفاع أو أحد من السيوف الكرام، يعني أتحدث يعني دعينا أتحدث عن لفظة التعديل نفسها ولفظة اقتصاد يمكن بيحتمل في داخله فكرة الإضافة أو الحذف أو الصياغة أو التحرير. يمكن اللجوء لمثل هذا الأمر في هذا التوقيت يظل محل في بعض الاعتبارات تم وضعها لطبيعة المرحلة بصرف النظر عن الاتفاق أو الاختلاف، لكن هي تظل بعض الأمور الموضوعية التي يمكن الحديث عنها. فكرة أن الدستور الحالي كان تحت سياق معين في الهيئة التأسيسية لحدث 2014، وفي بعض الأمور التي كانت محل اعتراض حتى من بعض القوى السياسية أن يمكن الدستور نفسه معرض للتعديل تحت تطور اجتماعي وسياسي معين، يعني في خطط تنموية ومشروعات تم التعويل عليها والمضي فيها قدما، ففكرة التغيير ويمكن تتفق معي أن فكرة أن من يأتي بعد أي رئيس يحاول البدء من جديد وهدم كل شيء، فنحتاج بعض الأمر إلى الثبات وتكملة المسيرة للحكم على التجربة بشكل أشمل. هناك بعض الظروف الأمنية ومحاربة الإرهاب وبعض الأمور تخاضت فيها الدولة المصرية صوت كبير، علاوة على حالة الضعف اللي يمكن الأحزاب السياسية والحالة اللي هي لم تبلغ من القوة بحيث تفرز نخبة سياسية قادرة. برضو أن يمكن أحد الأزمات اللي موجودة فيما يتعلق بتعديل الدستور هو اختزالها فكرة مدة الرئاسة، وتم إضافة بعض الأمور الخاصة بالقوات المسلحة ونائب للرئيس وبعض الأمور الخاصة بفئات زي المرأة والشباب وغيرها، فبالتالي حالة الاختزال يمكن أثرت ضجة كبرى بالنسبة لمدة الرئاسة، ويمكن هي برضو يعني مادة لا يمكن إغفال أهميتها في هذا التوقيت. يعني في النهاية يعني الموضوع مطروح للشعب الاستفتاء والقرار، وكان في البرلمان حتى في إتاحة لوجهات النظر المختلفة، يعني فده يظل مطروح للشعب وصاحب القرار. يعني طب أريد أن أتوجه إليك أستاذ عادل، يعني بينما الأوضاع الأمنية داخل مصر وتحديدا في سيناء وعلى حدودها في ليبيا والسودان وحتى غزة، يعني الأوضاع غير مستقرة، ألا يمكن أن نتفهم خطوات كهذه الآن من السلطة؟ بالنسبة لتعديل الدستور وإضافة مواد، ده يعتبر نسف للدستور. المصريين عشان يكون المسألة واضحة ليهم، المادة 200 في التعديل الجديد اللي بتحدد مهام القوات المسلحة تعتبر هي تشريع لانقلابات عسكرية قادمة. خطورة المادة ديت أن بموجب التعديل بيصبح من حق وزير الدفاع أنه يمنع أي رئيس منتخب انقلابات ضد من؟ أي برلمان ضد أي رئيس قادم، يعني مش بالضرورة السيسي، حتى لو بعد 2000 لا حتى لو بعد رئيس السيسي. في مادة في الدستور، المادة التي يتم تعديلها في المادة رقم 200 في التعديل الجديد، بتعطي صلاحية وحق لوزير الدفاع أنه يمنع أي رئيس منتخب أو أي برلمان منتخب من أي قرار يظن وزير الدفاع أنه ضد المقومات الأساسية للدولة. يعني بتصبح السلطة الحاكمة الفعلية هي الجيش والقوات المسلحة، وده تشريع لانقلابات عسكرية قادمة. يعني احنا بنخرج من الحالة الثورية التي كانت تنادي بدولة مدنية الى دولة عسكرية، اليوم النظام بيعمل بكل السبل انه يرسخها. منح رئيس صلاحيات ومد فترة الرئاسة بالنسبة للسيسي، هذا مرحلة سيتم تجاوزها، إنما النظام في مصر الذي يحكم إلى الآن هو نظام عسكري لم يتغير. تغير فقط في سنة حكم الرئيس الإخواني مرسي، وده إحنا طالبنا في المجلس السياسي للمعارضة المصرية، وهو مكون أساسي للمعارضة وشرعي وقانوني، بأنه يرفض الحكم الإخواني، وشاركنا في 30/6 بضرورة إزاحة الحكم الديني. واليوم إحنا أمام الدكتاتورية العسكرية التي أصبحت وجعلت من الجيش حزب حاكم في مصر. يعني المصريين خطورة المادة 200 أخطر من المادة 140 اللي هي بتمد في حكم السيسي.
طب أريد أن أسألك أستاذ خميس، يعني وجود الرئيس السيسي إلى فترة غير محدودة، هل من شأنها يعني من شأنها أن يسهل على إسرائيل الآن إعادة ترتيب أمورها من ناحية الأولويات المدرجة على السلم صانعي القرار ومسؤولين الأمن القومي الإسرائيليين؟ لا شك يعني بأن من وجهة نظر إسرائيل وجود شخص في سلطة الحكم مثل سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني يتلائم مع الأجندة الاستراتيجية لإسرائيل، وهنالك قاسم مشترك يخدم الطرفين، يخدم البلدين فيما يتعلق في مجابهة الإرهاب الداعشي في شبه جزيرة سيناء. نحن رأينا بأن يعني سمحت إسرائيل لمصر بإدخال عتاد عسكري ثقيل، رغم أن هنالك بند واضح في اتفاقية كامب ديفيد الموقع عام 1979 لا يسمح لمصر بفعل ذلك. هذا يعكس مدى أن هنالك يعني تعاون استراتيجي، وهنالك يعني رغبة في تدعيم العلاقات الاستراتيجية خدمة للطرفين. على فكرة حتى في إبان حكم الرئيس محمد مرسي رأينا أن هنالك يعني توقع البعض بأن يتم يعني يحدث قطيعة ما بين إسرائيل وجمهورية مصر العربية، إلا أن التعاون الاستراتيجي هنالك من يؤكد بأنه كان في أوجه. وفيما يتعلق بسؤال، أنا أعتقد بأن كل هذه الأمور في ملف غزة. نعم في ملف غزة. نعم أنا أعتقد بأن هنالك يعني كل ردة الفعل وكل التداعيات للإصلاحات الدستورية مرهونة إلى حد كبير في قدرة النظام على إحداث التغيير وتحسين الظروف المعيشية للمواطن المصري. أنا المواطن المصري هو إنسان طيب، ما يهمه أولا قبل كل شيء بأن يعني يعيش حياة كريمة، يعني حياة لا يحتاج إلى أحد. وهذا حتى الآن نحن نعرف بأن النظام واجه تحديات داخلية وخارجية كبيرة، النظام يواجه تحديات الإرهاب المتمثل بمجموعات أرادت أن تقوقع وتضرب وتقود الاقتصاد المصري من خلال زعزعة الاستقرار الأمني. من هنا أود أن أقول بأن يعني لا شك بأن من وجهة نظر إسرائيل يعني هي يعني وجود السيسي يسبب لها الإرياحية، بسبب أنه هذا يؤدي إلى توطيد العلاقات الاستراتيجية ما بين إسرائيل ومصر. نحن نعرف بأن شبه جزيرة سيناء ومحاولة تغلغل مجموعات إرهابية يعني إلى شبه جزيرة سيناء هذا أمر قضى مضاجع الإسرائيليين وكذلك جمهورية مصر على حد سواء. لذلك يوجد قاسم مشترك، هذا القاسم المشترك يملي على الطرفين ضرورة مواصلة توطيد العلاقات الاستراتيجية. ولكن أكرر بأن لا شك بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد يختلف مع وجهة نظره البعض، إلا أنه هو أولا وقبل كل شيء ما يهم عبد الفتاح السيسي هو المصلحة الأمنية ومصلحة الأمن القومي المصري قبل مصلحة الأمن القومي الإسرائيلي. أولا قبل كل شيء ما يهمه هو مصلحة الأمن القومي المصري. دكتور عبد الله، ألا تعتقد أن هذه الخطوة، أستاذ هاني أعتذر دكتور هاني، تعتقد أن هذه الخطوة من شأنها أن تكون فقط البداية في سلسلة من الخطوات التي من شأنها إعادة مصر عشرات السنوات إلى الوراء، وحتى أن تم عرض الموضوع على استفتاء شعبي، فسيقول البعض أن نتائج هذا الاستفتاء هي محسومة مسبقا؟ يعني اعتقد ان خلاص يعني بعد 2011 حتى رغم بعض الاعتبار لبعض وجهات النظر الاخرى، لكن لا يمكن القفز على وعي الشعب وادراكه للاحداث والامور التي تحدث حوله. اعتقد ان النظام الحالي ومؤسسات الدوله تعي جيدا الشعب المصري، اصبح لديه وعد، اصبح وعي ولديه اراده، ويمكن يعني ما يهم المواطن المصري بالأساس في هذا التوقيت هو أن يرى تقدم في مؤشرات الأداء الاقتصادي والنمو ومواجهة البطالة، ويمكن ينعكس ذلك في الاستقرار الأمني وواجهة فترة الاضطراب السابقة ووجود مؤشرات إيجابية تنعكس على حياته ورفع الغلاء وغيرها من الأمور الاقتصادية. فأعتقد أن لو نجحت الحكومة والدولة في تحقيق يمكن هذا التقدم في النوع في الاقتصاد تحديدا سيكون مدخل للقبول بالدستور أو أي بقاء لأي رئيس في مدة يمكن أو مدة أخرى. المعيار هنا مدى قدرة الدولة على تحسين حياة المواطنين ومعيشتهم، لأن يمكن الدافع الأساسي لمعظم ما حدث بعد 2011 في عديد الدول العربية هو
مستوى المعيشة والأداء الاقتصادي وحياة المواطنين وليس الاعتبارات السياسية في المقام الأول. يعني أعتقد لو نجحت الحكومة في ذلك الأمر سيكون تجاوز مثل هذه الأمور أو التعديل أو غيره هو أمر سهل، لكن إن لم ينعكس أداء الحكومة والدولة المصرية لم تستطع أن تحقق نجاحات في هذا الملف الاقتصادي وحياة المواطنين، سيكون هذه هي المشكلة الحقيقية التي تواجه الشعب. لكن أعتقد أن أي رئيس وأي دولة عليها أن تحترم رغبة الشعب المصري وإرادته وأن تحترم ما يريد، وأعتقد أن المعول الأساسي هو قدرة الدولة على تحسين الأحوال الاقتصادية للشعب، هو ذلك هو السؤال الذي سيجيب عن مستقبل الفترة القادمة. أستاذ عادل، ماذا تبقى من خطوات يمكن للمعارضة أن تقوم بها، المعارضة المصرية طبعا أن تتخذها الآن أمام هذا المد من التشريعات والتعديلات الدستورية؟ طيب بإجازة بس أرد على الأستاذ خميس ضيف حضرتك أو ضيف البرنامج. أنا بستغرب أنه يكون ده موقفه، أنه يكون بيرى في السيسي أنه حليف لدولة إسرائيل، وأن التجربة الديمقراطية في إسرائيل تجربة ناجحة جدا ومثال في المنطقة كلها. تحدث عن الاستقرار الأمني وأن السيسي أحد دعائم هذا الاستقرار وأنه بوجوده سيكون هناك استقرار. أذكر الأستاذ خميس أن في إبان الثورة المجلس العسكري في لكن عادل يعني الرئيس السيسي ينظر إليه على أنه يعني اليوم أحد أعمدة الأمن ليس في مصر فقط يعني بل في المنطقة بأسرها، ويتمتع أيضا من دعم إسرائيلي يعني دعم كبير من الرئيس الأمريكي ترامب ومن إسرائيل. ماذا تحقق في سيناء؟ هل تحقق في سيناء الأمن؟ نحن نرى العمليات الإرهابية مستمرة، نرى يعني تضييق على ساكنة سيناء، نرى القمع وآلاف المعتقلين السياسيين والأحكام بالإعدام، إضافة الاختطافات القسرية، سجن حتى العسكريين، حتى القائد اللي كان قائد السيسي اللي هو سامي عنان تم سجنه. ففين هو الاستقرار الأمني؟ الاستقرار السياسي بوجود نظام مدني يعبر عن المجتمع المصري، هذا ما يضمن الاستقرار داخل مصر ولدول المنطقة وبالعالم. بالنسبة لسؤال حضرتك، المعارضة المصرية تطلب من الشعب المصري النزول والتصويت بلا، حتى تكون الرسالة واضحة، حتى يكون هناك آلية ديمقراطية من خلالها الشعب بيعبر عن رأيه وبيقول في وجه الدكتاتور أن احنا نصوت بلا. طبعا ليس من مستبعد تزوير النتائج، فخبرة العسكريين في هذا المجال من أيام حسني مبارك يعني راسخة. كل ما تستطيع المعارضة المصرية الآن القيام به هي الدعوة مجددا إلى الحراك الشعبي، هذا ما يمكن فقط أن ينهي هذا النظام العسكري ولا سبيل غير ده. احنا عاوزين نكون السودان واحنا عاوزين نكون الجزائر، بس بصيغة مصرية، صيغة حضارية تطالب بديمقراطية وليس بحكم عسكري أو بجمهورية الأثر الرجعي. الأثر الرجعي هناك قاعدة قانونية ممكن السادة القانونيين يطلعوا عليها، بتعرف بمبدأ عدم رجعية القرارات والقوانين، وهذا ينسف ما يتم الآن في البرلمان. نعم. وإضافة سنوات جديدة في حكم هذا النظام العسكري. أستاذ عادل، الأستاذ خميس يريد الرد، تفضل. على ما يبدو أساء فهمي، أنا متفق مع الدكتور هاني بأن كمحلل عندي رأي، والرأي الشخصي يعني أتركه لنفسي. أنا مجرد أعطيت سرد مجرد لحقائق ومعطيات كيف نحن نراها عبر الإعلام بأن هنالك محاولات لتوطيد الاستقرار الأمني. نحن نؤكد على أننا يعني أولا وقبل كل شيء ننحاز إلى مصر الغالية على قلوبنا، وننحاز إلى الشعب المصري، والشعب المصري يجب أن يكون صاحب القرار الأول والآخر. ليس لدي الوسائل ولا الأدوات لكي أعرف أن أخمن وأحدد ما هي نسبة المؤيدين لشخص الرئيس أو المعارضين له. ما أود أن أقول بأن السيسي يحارب ويواجه الإرهاب، ولا يمكن قضاء على الإرهاب في مدة زمنية محدودة. أستاذ خميس، باعتقادك بعد التثبيت المتوقع للرئيس السيسي في الحكم سيكون عليه من الأسهل التعاطي مع مقترحات أمريكية؟
أولا قبل كل شيء نحن نعرف بأن هنالك محاولات ما دام الرئيس دونالد ترامب يعني يطرح الأفكار على فكرة أجزاء من سيناء لضمها إلى قطاع غزة. أولا وقال أول أنا يعني على فكرة استطلعت رأي الكثير من المصريين وأقول لك بحرف واحد هذه خطة يعني غير مقبولة لا مصريا ولا فلسطينيا. الرئيس دونالد ترامب يستطيع أن يغرد حتى يوم غد ويتفق مع ولي العهد السعودي فيما يريده، ولكن هنالك شعب فلسطيني لن يقبل أن يملى عليه حل أو يفرض عليه حل. إن لم تقم دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل أقول لك الشارع الفلسطيني سوف يرفض مخططات دونالد ترامب. أريد أن أشكركم الأستاذ خميس أبو العافية مراسل صوت القاهرة، شكرا لك عبر خدمة سكايب من القاهرة، الأستاذ هاني سليمان دكتور هاني سليمان خبير في العلاقات الدولية، وعبر أعتذر عبر الهاتف دكتور هاني، وعبر خدمة سكايب عادل محمد السمولي رئيس المجلس السياسي للمعارضة المصرية. أشكركم أعزائي المشاهدين، نخرج الآن لفاصل قصير ومن ثم نعود مع المناظرة اليومية، ألقاكم بعد قليل.